السلام عليكم أخواني الأعزاء ومتابعينا الكرام. اليوم عندنا لكم بشرى سارة اللي هي افتتاح الأكاديمية الدولية لكل محبي علم الحركة اللي احنا نسميه الكينيسيولوجي. هسه احنا اليوم 15/5/2022 بعد الحصول على الموافقات الأصولية، يعني الإداريات اللي احنا قلناها لكم عليها، لكل مراجع بمركز علم الحركة تكون العضوية في الأكاديمية مجانية مع التحفظ على بعض الحالات. احنا عندنا تحفظ على بعض الحالات، هذه ما نقدر نعطيها بعد ولا نعتبرهم هم أعضاء عندنا أو نقدر نتعامل وياهم، لكن كل اللي هم عندنا كانوا في مركز علم الحركة الواقع في المنصور هسه يحصلون على عضوية مجانية في أكاديمية علم الحركة الدولية. الأكاديمية الدولية لعلم الحركة والتدريب البدني تنكتب بالإنجليزي International Academy of Kinesiology and Physical Training، يعني هذا واضح، العنوان عندنا واضح، بإشراف خبير علم الحركة الدولي عدنان السمرمد حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك انترناشنال، PhD Health Sciences Atlantic International University. يعني عنواننا يكون بغداد القادسية مقابل جامع أم الطبول عمارة جوهرة القادسية الطابق الثالث. هذه التليفونات 0772725665 و 0771 2701 للاستفسار. أهدافنا واضحة، يعني أنت هنا لاحظ هذا الرجل السمين، الله يكون بعونه شلون وصل هاي المرحلة. هذا هو سبب من أسباب الكسل والخمول والمرض، ما حد يختلف عليه. يعني هذا الصقر لو بهالسمن هذا ما كان يقدر يطير. احنا نريد نعلمك شلون التغذية الصحية تصير، وشلون الحركة ممكن تخدم حياتك وتخليك بهاي الرشاقة اللي تفيدك في الحركة وتعمل نفسك بصورة صحيحة وصحية. كذلك نعلمك شلون تلعب رياضة على مود تكون في حالة أحسن وتحقق أهدافك الإنسانية في الحياة. يعني مو شرط تلعب رياضة، وإنما مجرد تمارس الرياضة تتهيأ، مثل ما هاي تلاحظ هذه صورة تحفيزية إنه أنت تلبس ملابسك وتطلع تتمتع. يعني راح نقدر نختصر لك شغلنا هنا، وأهدافنا هي تعليمك التغذية الصحية، ممارسة الرياضة، التخلص من السمنة، وبنفس الوقت نريد نقول لك شنو هي من أعراض مؤلمة يسببها قلة شرب المياه أو تسببها قلة شرب المياه. فانتبه على هاي الحالة، هذه هي أهدافنا الحقيقية. التطبيق، نرجع للتطبيق. هسه احنا عندنا بالأكاديمية نظري وعملي. بالنظري راح نشرح لك دورات تعليمية عن دور الحركة في صحة الإنسان ودور التغذية المتوازنة على التفاعلات الكيميائية بالجسم، كذلك الدور الفعال للنوم بإعادة شفاء الخلايا المتهدمة جراء تعب اليوم، وتوضيح دور التواصل الاجتماعي الإيجابي في سعادة الإنسان والمجتمع، تطبيق المعلومات الصحية المكتسبة على أرض الواقع، وبالنهاية نشر العلم والتعلم والمعرفة والالتزام بين أفراد العائلة. أما العملي فراح نقول لك أول شيء فهم عملية تطوير نمو العضلات بين الجهد والراحة، وكذلك التعامل مع نوع وإمكانية العضلات في تأدية الواجبات، معرفة عطاء العضلات بحكم العمر والمستوى الصحي للشخص وتفادي المبالغة، تفادي استخدام موانع الإعازات العضلية العصبية اللي تخربط سريان أو انسيابية الحركة، العمل على معرفة المسببات المعرقلة للحركة، التركيز والتطبيق والالتزام بالتعليمات التي تخدم الصحة بصورة عامة والسلامة بصورة خاصة. التعلم هو حق شرعي لكل إنسان، لكن اكتساب العلم والمعرفة يعود لاهتمام الشخص. الأعضاء المسجلين في الأكاديمية من حقهم التمتع بتعلم مبادئ علم الحركة النظرية والعملية من أجل تطبيقها في حياتهم والاستفادة منها.
كل شخص يود الانتماء إلى الأكاديمية عليه جلب المستمسكات الثبوتية مع صورتين ليتم توقيع عقد العضوية مع الأكاديمية وحسب النظام الداخلي مقابل عضوية لمدة سنة تبلغ قيمتها 50,000 دينار عراقي كأساس للتعامل. من حق العضو الاستفادة في الدورات النظرية والعملية المعمولة في الأكاديمية بعد الاشتراك ودفع مستحقات الدورة إن كانت نظرية أو عملية وحسب اللائحة والمادة المدرسة أو التطبيقات العملية المطلوبة لتحقيق الأهداف. التطبيقات العملية تتطلب توضيح من طبيب الأشعة بتقرير مدون من جهة معتمدة من قبلنا بعدم وجود كسور أو التهابات مرضية مزمنة أو أمراض مستعصية كالسرطانات أو تشمع الصلب أو تدرن العظام إلى آخره من الأمراض. قاعدة أساسية: لكل 10 جلسات تطبيق عملي في الأكاديمية يجب إكمال 3 محاضرات نظرية ليكتسب الشخص معنى حقيقي بين التخيل والواقع ليتمكن من تحقيق الأهداف. عنواننا مجمع كنز القادسية الطابق 3 مقابل جامع أم الطبول. هنا لاحظوا هذه البناية، احنا بالطابق 3 الأكاديمية الدولية لعلم الحركة الكينيسيولوجي مقابل جامع أم الطبول. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هذه الأرقام في أوقات دوامنا الرسمي السبت والأحد زائداً الأربعاء والخميس من 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً. الأرقام 0772725615، والرقم الثاني هو 0771412781. سوف يسعدنا ويشرفنا أن نكون سبب بسعادتكم وتخليصكم من الألم. فريق الأكاديمية الدولية لعلم الحركة، تحياتي وتقديري وتمنياتي للجميع بالصحة والسلامة.